السلام عليكم، تسميم المار. اليوم في فيديو جديد. بارارا 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 بارارا. ما عملوش الاغنية جيدا. المهم الريميك متاع كراش تيم ريسينج على نينتندو سويتش، هي تجربة على محاكي نينتندو سويتش، محاكي وبرنامج. خليني العب على نينتندو سويتش على الحاسوب اسمه يوزوك. جربت انا سماش التيمت، جربت واحد. هذه الاغنية يا حسرة. وب كم نفس الساوند افكس وكل الجرافيكس والاونلاين. بحق هذه لازمتها تجيها ريميك لانها لعبة رائعة. و انا لعبت في قناتي، لعبت اللعبة الاصلية على بلايستيشن 1، لعبت جميع الحلبات نتاعها، لكن لم العب الادفنتشر وقتها. هذه ان شاء الله اذا حصلت على نينتندو سويتش حاب اشتري هذه اللعبة والعبها، العب الادفنتشر نتاعها، اختم الادفنتشر نتاعها في قناتها. لكن الان مش نلعبوا فقط لوكال اركيد، نعملوا فما كاب فما باتل، ماكانش نعملوا سينجل ريس باش ننوعوا شوية في الشخصيات. نعملوا اوكي كل شخص هنا العلامة نتاعو، جيمستون ادم توربو كوكو بارك. نعملوا حاجة سهلة، كوكو بلايرز انا بلاير واحد ثلاثة ديفيكولتي ميديوم كونفيرم. شكون الشخصية نتاعي؟ مكنتش نختار برشا شخصيات حاليا، عندي شاسر كوني بما برشا زادوا بالدي ال سي، زادوا الشخصيات برشا. انا ما حملتش الدي ال سي ولا الابديت. تجم تشريهم ولا شنو كو هي الشخصيات الاصليه. نجم نلعبوا زاد بهذا نيتروس اوكسايد. نبداو عمك كراش. نجم تختار سكين زادا، حاجه جديده في الالعاب سكينز. هاي لعبه يبطك طيش فيها سكينز. بام بام والكاس زادا تبدل نوع الكاس ليس يعني مش ديما نفس البودي هكا. نجمو يعملوا المركبة الفضائية ولا مرش عميش اخر. انا مش لعب كلاسيكي يا اخوي، ما نحبش هذا من التزيينات. راندومايز وانا مشي درايفنج ستايل كلاسيك. درايفنج ستايل مثلا مقارنة ماريو كارت، اذا حاولوا تعمل ماريو كارت مش تقلد، لكن دهز ماريو كارت من ناحية السياقة. الايتمز يشبهوا فما واحد برشا واحد يشبهوا بعضهم، لكن الدريفت وني رائع. ماريو كارت فقط دور 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 بعد تسيب، لكن هوني دعم بف انت انت طبعا نشوفه. بالنسبة للمحاكي قاعد يخدم فيه جيدا، يعني نجم نخدمها اللعبة على المحاكي ما اظن، لكن لا نحب انا قلت لنفسي وسوي فقط جيم بلايز، لن اختم ولن اسوي سلسلة لي يعني بستعمل هذا المحاكي. دوس داب نحن ننتظره الكأس. كولكتينغ 10 مومبا فروتس. فما هذا مومبا فروتس استعملوهم 10 كيما في ماريو كارت هكا. ماريو كارت 10 كوينز، 10 كوينز يزيدك السرة. ولكن هوني المومبا فروتس 10 مومبا فروتس تعطيك ايتمز مطورة. ونعملو سكيب. دونك هنا لازم نحط النار. ناش لعبة تحسها غريب المنظر نتاعها على المحاكي، كل ياكم ضباب كيما تشوفوا قاعد نعمل في قاعد ندور نزحلقوا. باه عندي الشيلد وكا ضربت لي بحذايا، ناخذوا مومبا. عندي 10 مومبا فروتس وكا من الوحيد اللي بحذايا. هذه الاغنية نتاعها عادية، نعشتي الحلبة اللي فيها اغنية تعجبني نسيتها. عندي ذي قنبلة بوم جضربهم الزوز، نجم ترشقها في وياها ماشية. يا حسرة هبوكا واسمه اكو كورك. انا نسميه اختار صغير انا وارك كيف هربت مني. اوكي الاي اي زادت تحسن هربت مني. اوكي هرب مشى على اليسار. اوكي نحط نيترو، هذا اسمه الحبوكا. استنى ايوا نجم نشوف رأي بق جات في شكون، ما جات في حد. انا الثاني هذا شنو ذكرت بعد اللي قرت. ضربت استنى هز هذي ايش 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 هذي فيها فاسح حسب متفكر. وات نحاوها علي نحاوها قبل كيف تستعمل نايترس وتدخل في عبد او تدخل في عبد تقفز، لكن المرة هذي لا ما تقفز. لا تنجوني والله يا سيدك الاسقيني يا ذمة.
فما بابا فما تزميرة نحب نزمر انا. اه الايتم راح نطلع ايتم هي اللي تزمر. طيب يا بابا ما عنديش خط تزمير. هوني مش مضرب ورانا. نعم الانفجار مش زايد. ما ربحنا جينا الاولين. تو شط حتى كراتش اوب يعملها في السيارة نتاعو. نكونتينيو ريتراي تشينج ليفل تشينج كاركتر اصلا. هذا مو ال لعبة كلاسيكية الممتعة. اوكي كيف تلعب مع اربعة بيد تكون ممتعة اونلاين عاد. نصف المحترفين فما تقنية لازمك شفت انا نمشي انا في الدو... انا نعملها فقط في الدورات ال شكولو السلايدينج والبوست نعملو سلايد نعملو فقط في الدورات. لكن المحترفين يعملوها في اي مكان حتى في في كياس يعني شكولو هو تمام. مش نعمل واحدة سمك كوكو ممكن نعمل سكين فضائي ولا شنو مرة نجربو نعمل كارس هات نجربو هذي هكا بين جوبز بدل اللون ستيكرز رقم المفضل متاعي 8 سبيشال كارس شنو سبيشال خيط ريدي باش مع كيما هوني بخاف سينجل ريس ما برشا حوايج بخاف في الكوب باتل باباتل كانت موجودة اما زيد وهذم الموز اللي عادتني موجودين في الحكاية لكن دوك تنجم تعملهم وحدك عشان يدير رينج ايدي رانج رالي جديدة فما فريلك ريس في سي تي ار تشالنج هات نجربو سي تي ار تشالنج بدلو على واحدة بس انا فما نعملو تايجر تمبل هذي فيها شورت كات هذي فيها شورت كات حاب نجربو ميديوم كونفيرم هاي هاو السباق نعمل قفزة ديك في تقفز من بقعة عالية تجيك بوست. هذي متعجبني السيارة هكا نحسها غريبة. فما عالم صاروخ. فما حرف السي وح السي من هنا والاير في المنطقة السرية وحدة بقفزة مش جال اخر وكذا التمبل هم اليوم تفكر فما نار هذا يشعر اوك النار والوقت به الوقت يولي يمشو بشوية لكن نزبتني حاجة نضرب بها وندخل المنطقة الواحد السري وكا قرت اوكا حرف الاير سي تي ار افهم فين التي هوني اللي عجبني هاك المكان هذا ضيق نجم نحط فيه صناديق قبل الباي هذا الامين من ارشح اللي عنده شي صندوق ولا حاجة باه حرف السي نفكروا فينو التي نسيت فين نقفز لكن نجم نعطيه صاروخ وات ما كانش تجري جيدا وصدق كنت محظوظ الصاروخ مشاري وليس ليلي اعطيني حاجة يس هاي نضربو هذا وناخذو حرف الاير نجمو نضربوه طلع البيس ضربت عم استعملتها برشا مرات ملا قرد هذا لكن حرف التي ما لقيناهوش لو زبدي ناخذ حرف السي باش نكمل هذا التشالنج اوكي التي والله اللي ريتها ما كون لازم نجي الاول زادا ها ما خديتهاش ما خديتهاش الجري نتاعي ما كانش عاليه يلا نروح عند الجري شيك الزمارة بتاعها صوتها سيء والله جا ضرب لي صاروخ استنى فيها باش نضربها ايجا يا كلب تضحك تضحك ما عجبنيش هذا من الشخصيات الجديدة بلا ما فين جاو معبيها صناديق لا جينا ثالثين ما خديناش ال تي اس سي كويت نمشيو مود اخر نلعبو بطلي شنو اكثر واحد فما واحد جدد وما كرشني تروكارد زادا لكن تفكر لحظة القديم كومبين هذي تعجبني هذي كنت نلعبها برشا ليمت باتل كابتور ذا فلاج وبرشا مود زادا لاسكارد درايفينج فما ليمت باتل ديث ماتش ستيل ذا بيكون برشا برشا انواع برشا بارتي محلات وحشت اللعب ليمت
score points هذا نعمل score points players نعمل 3 دقائق type time نجم نعمل lives ولا time اي 3 AI نعمل مثلا 3 AI teams وغير teams و power ups نجم نختار power ups نعمل كل شيء confirm جيد بيه كاركترز نبدلو نعملو احنا الشرار تبيك باش نضربو عباد حط السيارة بعد عليها بيه كيدي ان شاء الله التزميرة جيدة نمشي الباتل كيف زمنا ثلاثة وحيد زمنا نجيبو احسن سكور مناش كيفاش نشوف السكور او نجمو نبدلو الكاميرا المهم بيه نثبت ناخو صناديق اكوني تاخو صناديق دكتور يقولك شبون في الليد نايس انا هذا من بعد نحيد القنابل ما منحبوش هذا منحبو الصوارخ منحبوش تي ان تي وهذا لا 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 جاتش فيه لا جاتش بلاير وان از ليدينغ انا ليدينغ قتلت زوز وحيد او زوز وحيد دخلوا في الصندوق باه اجا هكا اوكي اذا نجمو ندخلوا فيها كنت ديما نتقابل انا والجماعة نجيوني هكذا هبوقة اخرى من ثلاثة من ثلاثة مين ماشي يمين هذا الاول حالي خذيت الشقول الموما مينو ما هذا من الفروتس ارجع الخلف ارجع الخلف زبش ارجع الخلف الوقت قريب ينتهي مازالو نصف الوقت تو اي عاد انا قمزت في الليد وشعر اخذ هوا ايجا نجوني اوكي كنت اضرب نضل علينا نحطي تالو بومزت اربعة اصلا عندي عندي قنبلة نسيت عندي قنبلة روح واحد روح واحد حاجة باهية تنجم تشوف الساب يب والله ضربني دولينا متعدين لازمني واحد نضرب بوك الازرق الازرق عنده برشا ضربات اي نتعادل معاه خاطر وقت ضربني تنحات لي الكينج فينو يا به 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 صاروخ اجا الكينج ايش هذيك ساعة خذيك خذيك الحمرا خذيك الحمرا الزاكي جيتي فيه لا سيب شوف الوقت شوف الوقت ما نعرفش عليه قداش مره نضرب ضربته انا خمسه انا كان ما لحقتش عليه وثلاثه ثلاثه ثلاثه ضربات 17 ثانيه هيك ضرب اي سته مازلت ما لحقتش فيسا 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 ما جيتش لو قد ضاعت الوقت نسيت كيفاش نسوق يب جيت الثاني والاخر سبعة يا جماعة شارجيكم هذا الفيديو الجيم بلاي وكي جربنا كراش تيم ريسينغ سيم ماريو فين هذا